السلام عليكم، اللهم صل وسلم على الحبيب المصطفى. كعاملين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ كنتمنى بانكم تكونوا في حاله جيده ان شاء الله يا ربي. اليوم جيت نشارك معكم واحد الكيش. بقيت جالسه قلت لماذا انني نوجد العشيه نشرب معكم كويس اتاي، وقلت انني نشارك معكم. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. والمقادير جد جد مبسطه، موجوده دائما في البيت. عندي هنايا زلافه دقيق الابيض، 150 غرام الزبده كانت في الثلاجه، الزبده بارده، واحد بيضه، معلقه السكر كلاصي، شويه الابزار، شويه الملحه، شويه الماء الى احتاجناه. وغنبداو على بركه الله. اول حاجه غنعمل هي الدقيق والاولاني اللي كتشوفوا. غنعمل السكر، عندي معبورة البنات. غنعمل الزبدة، غير ما تعكزوش يا البنات، كما كتشوفوا الزبدة راه عندي بحرارة المطبخ بالثلاجة، عفوا كانت عندي في الثلاجة، حيتاش هاد العجينة د لي بات ماشي بحال الصابلي ولا شي حاجة، كما كتشوفوها يعني هذا د الثلاجة باردة. غنخلط هاد العناصر كاملة، بسم الله. نعمل هاد الملحه والابزار مع بعضياتهم كما كتشوفوا، حتى هما كبهم. وكنبقى نجمع هاد داخل هاد الزبده في الطحين لهذا الشكل هذا، غير بشويه بشويه، غير برؤوس الاصابع، ما كتحتاج لا درك لا حتى شي حاجه البنات. على هاد الطريقه هذه كنجمعوها، كنحاولوا باننا ندخلوا الزبده في الطحين، ماشي بزاف، غير شويه على حسب هي بارده، وهذا الكيش كيبغي الزبده تكون بارده بالعكس الحاجات اخرين. ودابا غنزيد بيضه، يعني كما كتشوفوا يلا كيبقى ديك الزبده كتبقى باينه، يعني باينه من هذا من الدقيق. غنعمل بيضه كامله وكنبدا نجمع غير برؤوس الاصابع البنات. من الى احتاجنا الماء كنزيدوه، الماء عندي بارد البنات لهذا الشكل هذا. كنتمنى الصوره تكون واضحه. ودابا غنبدا نزيد في الماء، انتما كتشوفوا شحال عندي، نصف كاس د الماء. نزيد شويه شويه ماشي دقه واحده ونجمع، يعني حتى انا نحتاج الماء عاد نزيد. نزيد شويه عاوتاني، ما نزيدوش كامل في دقه باش كتبقى لنا شويش قصحه تجينا صافي. غير كنجمعوها البنات، ما كندلكوها ما حتى شي حاجه، غير على هاد الطريقه هذه، غير بيد وحده كافيه صافي. لهذا الشكل هذا غنزيدو شويه د قطيره د الماء ثاني، كما كتشوفوا راه ما حتى شي كامله صافي. هاد الطريقه هذه البنات غنجمعها وغنعملها في الثلاجة مدة 20 دقيقة صافي. غير كترخالنا شوية، راه مكتحتاج لا دليك لا والو كما كتشوفوها بهاد الطريقة هادي. غنعملوها في الثلاجة دابا كما قلتلكم، ونرجع ديك الساعات باش نعملها في الطويسات ديالي. عندي هاد الحجم هذا، يعني هاد الكيش كيكون كبار شويه. انا نعملها في الثلاجه ونرجع نعمل معكم الحشوه. كنلويوها مزيان، كما كتشوفوا البنات بالنسبه للحشوه البنات لان نعمروا بها القش ديالنا. عندي هنايا ياغورت طبيعي، علبه د التون، كما كتشوفوا هنايا طاسه د الجبن الموتزاريلا، ثلاثه فرماجات، نصف كاس الحليب، شويه د الابزار، شويه الخرقوم، شويه الملحه، جوج سنه الثومه وبصيله. هادو هما العناصر اللي غنعمر بهم الطويسات ديالي. اول حاجه غنقطع
غنقطع بصله، غنقطع يعني مربعات باش نحطها في الزيت تهبط، وعاد نخلط العناصر اللي باقالي بهذه الطريقه. هذه البنات كيجيو ساهلين ودغيا كيوجدوا وما تعكزوش، والحقيقه يعني هادشي هذا كلشي يعني كيكون في الدار، لماذا الانسان انه يعملهم معكم ديز الاتا كيجيو مزيانين بهذه الطريقه. هذه البنات المهم كنشدوا البصله كنقطعوها غير مربعات حيت بغيناها تبقى كبيره شويه، والثومه جوج سنات د الثومه حتى هما كنقطعوهم، كنحاول نقطعوهم رقاق شويه. البصله ما كنقدرش نقطعها كتغلب، ولكن ضروري في شي تعمير خاصه البصله تكون مشلضه لهذا الشكل. هذا هانتوما كتشوفوا البنات، والقيش راه عنده بزاف د الطرق. باقا نزيد نشارك معكم ان شاء الله يا ربي الحبيب بالجداد وبالكفته وبشرائح بلادان ان شاء الله يا ربي. اليوم جاتني فكره بانني نشارك معكم بالطول سهله، يعني ما وجدت لا حتى شي حاجه، جلسه ندخل ثاني نعدل القيش ونشاركوا مع الاحباب ديالي. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم وما تعجزوش عليه، وتنوضوا حتى نتوما توجدوه لوليداتكم، تعملوا مع كويز اتاي ومع بلاد موشي لهذه الطريقه. هذه بصيله كبيره البنات باش تعمر لنا الطويسات ديالنا، والعجينه راها عندي في الثلاجه. دابا نجيب المقلات ديالي كما كتشوفوا، غنحط فيها بصيله والثومه، غنعمل عليهم شويه زيت المائده، غنعمل معاهم حتى ديك الملحه والابزار باش كطيح لنا البصله دغيا، ونرجع معاكم. وغنعمل شويه فلفل البنات، كنت نسيتها غنعملها مع بصله باش تتخن بصلة مزيان، غنعمل معاها فلفله باش كتجينا الحشوه مزيانه. دابا كما كتشوفوا البنات جبت العجينه ديالي، دابا عندها كما كتشوفوا ملي كنديروها في الثلاجه يعني كترخى. طبعا دابا نشكلها كتبقاو تقطعو طريف، وكتحط حيت شحال شكل ديك لي طارت طورتوليس غي بشويه بشويه بحال داك الشكل هذاك، وكتقطع. كاين اللي كيطلقها على سطح العمل وكيقطع ويشد لهاد الطويسات، ولكن انا كتجيني هاد الطريقه هذه سهله وفعاليه صراحه الله دغيا كتوجد. انا عملته في العجينه ديالي حطيتها في الكونخيلادو باش ما داتليش الوقت بزاف. صافي هذا الشكل هذا كما كتشوفوا، وغنحطها في الفران. انا شعلته عادي نورمال، شعلته على هذه الطريقه هذه على 180 درجه، وغنبدا نوجد هاد الطويسات على بيد ما توجد. المهم انا العجينه عملتها في الكونخيلادو، شوف ساعه تدي لي الوقت، والعشية هي هادي، واللي بغاو يعملو ميريندا صافي قلت نحطها في كونخيلادو ونستغل الوقت على هذا الشكل. هاد البنات هانتوما كتشوفو ملي كتدخل الثلاجة كتقطعو عنا وكتعطينا الشكل اللي بغينا البنات دغيا، يعني ما كتسناهاش انها تترخى ولا شي حاجة. هاد الشكل هذا ونتقبها كاملة باش ما ننساش. بزاف د البنات كيتشكاو كينساو ما يتقبوهم شي، من الاحسن كنصحهم بين ثلاثه تعملها في تقبه وتحطها باش ما باش كتبقى امثال، يعني ما ترجعش عاد من بعد انها كما كتشوفوا البنات كنبقاو على هاد الطريقه هادي
حتى كنكملوا الطويصات ديالنا كاملين. تبقاو نخرجوها هيدا شويه من الجناب ونقددو من هنايا باش كتعطينا ديك الشكل اللي بغينا، يعني الشكل ديال الطويصه كيجي في العجينه. البلاصه اللي جات زايده كما كتشوفوا كنقطعوها على هذا الشكل. مهم حنايا خصنا نوصلوها للجناب. كنتمنى الصوره تكون واضحه. وكذلك ومثال عاوتاني كنتقبه كامله باش ما كننسى حتى شي وحده بهذه الطريقه هذه. ودابا عاوتاني غنجيب عجينه اخرى بهذه الطريقه هذه وكنحطها. كنبقى نمشيها عاوتاني وكنخرجها، يعني كنقددها من تحت هي الاولى باش كتعطيني العبر، وكنبقى اللي كيشد كنخرجو على برا وكنقطعو بهذا الشكل هذا. هانتوما كتشوفوا البنات باش نحطها طيب ونكمل الحشوه ديالي. راها اصلا البصله راها كتبرد، بغيناها تكون بارده. وحنايا حنايا ماشيين معاها حتى كنكمل على هذه الطريقه هذه البنات. انا نبقى معاكم حتى نكمل هاد الطويصات كاملين، وديك الساعه نرجع نخلط معكم الحشوه باش تشوفوا الطريقه ديالي في الحشوه. كما قلت لكم الكيش راها عندها بزاف يعني ديال الطرق، بزاف ديال الحاجات يعني تقدر تعمر بهم، كفته بلادان بالدجاج باي حاجه. انا اليوم قلت لكم جاتني فكره بانني نعمل هاد التون، عزيز عليا التون، وقلت لي مالا نجربها مع الاحباب ديالي. كنتمنى انكم ما تعجزوش وتنوض تعملوها حتى نتوما تجربوا معها كويس اتاي، وبصحه والراحه ان شاء الله يا ربي الحبيب. بهذه الطريقه هذه البنات عاوتاني كنتقبا، انا كنتقبا دابا باش ما كننساش. وبزاف البنات راه كتوقع لهم يعني كتنساها بانها واش تقبعتها ولا لا. انا نكمل معكم نحط هاد الطويصات يطيبوا ونرجع نكمل العجينه ديالي في الطويصات اخرين. دابا كما كتشوفوا البنات هيا فلفله ديالي وبصله على هاد الطريقه هادي، على هاد الشكل هذا بغيتو انه يبقى على الشكل هذا. عملته في الطبسيل باش يبرد، غنخليوه على جناب يشبرنا البروده ديالو. ودابا غنعمل ياغورت طبيعي ديالي، خاص ياغورت يعني يكون بدون نكهه البنات. جبت لي سباتول باش ما نعملش صداع من هذا الشكل هذا، كنحاول بانني ما نزعجكمش البنات. غنعمل هاد نصف كاس الحليب باش كيفسخنا ديك كيفسخنا الياغورت الطبيعي. غنعمل التون، غنعمل هاد فرماجات. فرماجات البنات عملوا اما تعملوا هذا مربع او لا تعملوا غير جبن موتزاريلا اللي بغيتو، ولكن فاش كتكثروا لها الجبن كتجي مذاق رائع صراحه الله، كيجي عطينا ديك الخيط د جبن موتزاريلا حتى هو كيعطي دور مهم بهذا الشكل هذا. وغنخلطوا غنخلط البنات مزيان حتى كي ينسج من هذيك التون مع هذا مع ديك الفورماج ومع ديك الياغورت الطبيعي على هذا الشكل هذا. نحاولوا باننا نقسمو على هذا الشكل هذا ديك الجبن. الفورماج واخا يبقى لنا يعني مربعات صغيره ماشي مشكله البنات، اصلا لا بغينا الجبن يجي باين على هذا الشكل هذا. الطويصات ديالنا راهما كيطيبوا فعلا، راه نفس تقريبا نفس العجينه ديال لي طارتوليت، ولكن هنا نعملوهم مالحين يعني الكيش. غنعملو نصف الكميه، الكميه اخرى نعملوها على الوجه بهذا الشكل هذا. صافي
صافي البنات، ما كنحتاجوا فيها لا بيض لا حتى شي حاجه. مره اخرى شاركت معكم ان شاء الله يا ربي طريقه اخرى ديال الكيش، وهذه الطريقه هذه سهله وما كتديش المقادير يعني، وما كتعقدش دغيا، كتنوض كتوجدات كاينه في الدار، فرماج في الدار يعني، ما تحتاجش شي حاجه على هذا الشكل. هذا نشوفوا الطيسه ديالنا واش طابو ونرجعوا نعمروها. كيف كتشوفوا البنات ها هما لي طرطوليط ديالنا او الكيش ديالنا ها هما طابو. دابا غنعمرو وهانتوما معايا، انا غنحيد غير هاد طاو هذا الشكل هذا، وغنجيبو من هنايا وغنخويهم ونرجع معاكم باش لاطا على حسب سخونه بزاف. هانتوما كتشوفوا البنات انا خويتهم عملتهم هنايا في الطبسيك، هانتوما كتشوفوا الشكل ديالهم كبير ديالهم يعني، ما خليتهمش حتى تتحرقوا غير شويه، ملت هادو حتى هما صغارين حسب العول الصغارين يهزوا هادو صغارين، حنايا هادو كبارين بهذا الشكل هذا. دابا غنبدا نعمر البنات كما كتشوفوا البنات على هاد الطريقه هذه. غنجيب شويه د الفلفله وبصيله هنايا غير شويه، وغنعمل شويه د الجبن ونكب الخليط لهذا الشكل هذا حتى كايته كتعمر. مهم تعملوا الحجم اللي بغيتوا، بغيتوهم عامرين عامرين، ولكن هما الكيش صراحه دلك خصهم يجي عامر يعني، يجي بحال الهرم بحال هذا الشكل هذا، شفتوا يعني يجي بحال هيدا. وعاد ديك الساعه تنعملوا له عاوتاني شويه ديال الجبن من فوق ونزوقوه بالزيتونه، هذيك هي الاخرانيه لهذا الشكل هذا. وكنحط انا من معكم اخر عاوتاني، بغيتو البنات تعملوا فلفله معها عملوها، بغيتو تعملوا غير بصله عملوها، ولكن صراحه الله الفلفله كتجي يعني الذوق ديالها رائع. نفس الطريقه البنات، وكتعمر الحجم اللي بغيتي، بغيتوهم عامرين بزاف بغيتوهم غير شويه لهذا الشكل هذا. كنسى راسي وكنبعد بالكاميرا، عاد كنرد البال بانني رانا بعيده سمحوا لي البنات وقبلوا عليا على هذا الشكل هذا. دابا عاوتاني نفس الطريقه، عاوتاني كنحطوا شويه، كيجيو فنينه البنات وما تعكزوش عليهم، ومقادير انا قلت لكم يعني جد بسيطه على هذا الشكل هذا. الفرن راه باقي مشعول باش نرجعوا نحمروهم يعني، طيبنا الحشوه اصلا راها طيبه، غير يشبروا شويه راسهم والجبن بطبيعه الحال. ونستمروا على هذه الطريقه هذه حتى نكملوا كاملين نعملوا في اللاطه البنات. كما كتشوفوا البنات ها هما الكيش ديالنا هو فين هو واجد، غندخلوا دابا للفران يكمل الطياب ديالو ونرجع معاكم. كما كتشوفوا البنات ها هو الكيش ديالنا سالا وجاد جا على هذا الشكل هذا. زوقته بهذا بالربيع بالزويتنات كما كتشوفوا، الزواق كيبقى اختياري البنات، وكنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. راه ما تعطلش دغيا وجد، ودابا اتي راه هو كيوجد، نشربوه انا وليداتي وناكلوا الكيش ديالنا. وحتى نتوما كنتمنى بانكم ما تعكزوش وتنوضوا تعملوه لوليداتكم، تعملوا به ميريندا، كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. وكنشكركم بزاف بزاف البنات، والله يعطيكم ربي ما تمنيتو، وشكرا على الكومونتيرات وعلى المشاهده. واذا عجبكم هذا الشيء اللي قدام تعملوا لي جيم وبارطاجيو مع الاهل والاحباب، وجربوه راه ما عتندموش بمقادير بسيطه بسيطه جدا هانتوما كتشوفوا، والتزيين كيبقى اختياري، زوقوا باش ما بغيتي. هذا زوقته بشويه ديال الربيع والزيتون، هذا كنطو غير الزيتون، هادشي اللي كاينه. اللهم ارزقنا وارزقكم خيرا هذا اليوم وابعد عنا شره، وشكرا بزاف والله يجازيكم بخير.